هل يجوز الذهاب للأضرحة بقصد التفرج أو العبرة وشكر الله على النجاة من شرك أولئك المشركين أو للتثبت فيما ينقله الناس عن أحوال الأضرحة؟ نعم، إذا كان هناك فائدة من الذهاب إليها بأن تنكر وتدعو إلى الله وتحذر تبين لهم أن هذا ما يجوز، فيجب عليك هذا، يجب عليك الدعوة إلى الله وتحذير الناس من الشرك. أما أنك تذهب ولا تقول شيء وتسكت فلا نرى أنك تذهب إليها لئلا تفتتن وتصاب مثلهم. أي كنت إذا ذهبت تدعوهم إلى الله وتنكر هذا الشيء وتبين لهم أن هذا شرك ولا يجوز يجب عليك الذهاب، وإذا ما تدعو إلى الله ولا تتكلم الذي نراه لك أنك ما تذهب إليها لئلا يصيبك ما أصابهم.